وبهدف خلق صور النجاح أمام الشباب القادم ونشر روح الإبداع والابتكار بين أصحاب الأفكار والمشاريع وتوفير بيئة للأعمال المطلوبة لنجاح المشاريع الجديدة في مراحلها الأولى وترويج روح الريادة ودعم المشروعات الصغيرة في مواجهة خطوات الانطلاق نحو سوق العمل. أطلق مركز الوادي الخاص للتدريب السياحي بالتعاون مع الشبكة الأهلية للتعليم مشروع مسرعة الأعمال الابتكارية في محافظة طرطوس. لنحكي أكثر عن المشروع وأهميته معنا عبر الهاتف من طرطوس المهندس ملهم ملوك المدير التنفيذي لمشروع مسرعة الأعمال الابتكارية. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الخير، تحية لكم للمشاهدين ولجيشنا البطل، والله يحميه بكل أراضي سوريا ويرحم جميع الشهداء. أمين يا رب. بالبداية أستاذ ملهم، خلينا نعرف ونعرف المشاهدين عن مشروع مسرعة الأعمال الابتكارية. تم إطلاق هذا المشروع تحت رعاية كريمة من معالي وزير السياحة المهندس بشير رياض يزجي مشكورا، وبالتعاون مع الشبكة الأهلية للتعليم اللي هي تعتبر الراعي الذهبي التعليمي والتأهيلي لمسرعات الأعمال، وبالتعاون مع مركز الوادي الخاص للتدريب السياحي بمحافظة طرطوس أطلقنا هذا المشروع اللي هو الـIBA مسرعات الأعمال الابتكارية، وهو يعتبر مشروع وطني متميز ودعم للمجتمع السوري وللشباب. الهدف الأساسي من المشروع هو خلق صورة النجاح أمام الشباب القادم ونشر روح الابداع والابتكار بين اصحاب الافكار والمشاريع. نعم. وتوفير بيئه الاعمال المطلوبه لنجاح المشاريع الجديده بمراحلها الاولى وبالمراحل النهائيه. نعم، يعني اهميه هذا المشروع باتاحه يمكن الفرص للشباب لحتى يحولوا افكارهم المبتكره لمشاريع حقيقيه وفرص تجاريه يمكن على ارض الواقع. تماما، بالاضافه نحن عم نقدم لهم دعم لانشاء المشاريع الصغيره الى المتوسطه بمختلف المجالات. نعم. أستاذ ملهم، هالمشروع بيقدم الدعم مثل ما ذكرت لإنشاء مشاريع صغيرة إلى متوسطة بمختلف المجالات. خلينا نحكي عن أبرز المجالات يلي فيهم يعملوا منها مشاريع. طيب تمام، هلا قبل ما نبلش بالموضوع بس رح نحكي فرق صغير بين حاضنة الأعمال ومسرعات الأعمال. نعم. حاضنة الأعمال بشكل عام توفر مكان للعمل، العلاقات، مجموعة من خدمات مثل التسويق والتدريب والتأهيل. أما فهي بتوفر كل ما سبق من خدمات للحاضنة بالإضافة إلى الدعم المادي المباشر والتوجيه. نعم. أغلب حاضنات الأعمال اللي متواجدة حاليا بالبلد هي عم تتبع نحو المشاريع بمجال تكنولوجيا المعلومات أو المشاريع التقنية. بناء على الوضع اللي نحن شايفينه بالبلد، فنحن طورنا هالموضوع وخلينا كل مشاريع اقتصادية وتنموية إضافة. نعم. كمان يمكن تم إطلاق مشروع بمشاركة عدد من خريجي وطلاب الجامعات بمختلف الاختصاصات، لكن من بينهم كان عدد من الطلاب من ذوي الشهداء، يمكن كخطوة لدعم طلاب الجامعة بتحديد مشاريعهم المستقبلية. خبرنا أكثر عن هالمشاركة. دائما نحن نردف أي شيء عم نشتغله لنخدم المصلحة الوطنية ومصلحة المجتمع بشكل عام. ذوي الشهداء هن مسؤولية كبيرة علينا، هن ضحوا ونحن لازم نكون معهم ونقدم لهم كل شيء فينا لحتى على القليل نكون فائدة لهم بانطلاقهم بالعمل. بناء على هالشيء نحن في مجموعة من المشاريع الجاهزة عنا عم نحاول نقدم لهم اياها لهالفئة من المجتمع ونساعدهم لحتى يبلشوا شغل بالحياة العملية. نعم. نعم، خلينا لكن يعني هذا المشروع نحكي عنه قديش قادر على توفير البيئة الملائمة لأصحاب المشاريع والأفكار لحتى يتمكنوا من توظيف أفكارهم، أو خلينا نقول تتبنون أو يكون حاضنة بهذا الوقت اللي هن أكيد بحاجة لتنفيذ هذا المشروع وبحاجة لدعم أيضا. طيب انا رح احكي لك الاجراءات العمليه لسير العمليه التعليميه بالمسرعه لحتى ينطلقوا للعمل بشكل عام. نعم. بدايه المتقدمين او اللي حابين ينتزوا لمسرعه الاعمال في طلب لازم يعبوه، اي مشروع لازم يكون على الاقل من 3 إلى 4 اعضاء بكل فريق، المكان في مركز الوادي الخاص بالتدريب السياحي مجهز على جاهزية كاملة لاستقبال جميع المشاركين. عند انتهاء أول طلب بيتم اختيار المشاريع
الناجحة عن طريق مجلس الإدارة، عن طريق الرعاة أو السبونسرز، بالإضافة للممولين وأصحاب رجال الأعمال. جميع الحضور رح يكون مشترك بتقييم ووضع المعايير الخاصة لكل مشروع. نحن حابين يمكن بس نتعرف شو هي أهم المشاريع اللي تم طرحها وأبرزها. هلا المشاريع المطروحة بشكل عام هي في مجال، في معامل عندنا بالبلد كثير قديمة، خلينا نقول خصوصا في مجال، إذا اعتبرنا مجال صناعة السيراميك أو صناعة أي شيء لإعادة إعمار البلد، بالإضافة لمشاريع تنموية. في عندنا أفكار كثير عم تجينا من شباب حابين يعملوا شيء خدمي. بصراحة نحن ما فينا نطرح أفكار المشاريع لحتى ناخذ موافقة من المجموعات اللي عم تقدم هاي المشاريع، لأنه بتضل على خصوصية خاصة. بالتأكيد يعني مشاريع كثير مهمة عم بيتم طرحها من قبل الشباب السوري اللي دائما بيسعى ليكون في فكر مبدع ومنتج وأيضا أفكار تنموية عم تكون. نحن بنشكرك كثير المهندس ملهم ملوك المدير التنفيذي لمشروع مسرعة الأعمال الابتكارية، بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم، نتمنى لكم كمان التوفيق والنجاح دائما. شكرا كثير لك سيد ملهم.